لا يزال حجاج بيت الله الحرام يتوافدون عبر المنافذ البرية للمملكة وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، كذلك من قبل الجمارك. من منفذ الرقعي شمال شرق المملكة معنا حسين السلطان. حسين، أهلا بك معنا. لو تطلعنا والمشاهدين على سير دخول الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، من منفذ الرقعي. نعم زميل حسن، يمكن ما زالت الجهود الأجهزة الرسمية هنا في منفذ الرقعي متواصلة لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام. ومن ضمن تلك الجهات الرسمية والحكومية التي تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام هي وزارة الحج والعمرة، هنا حيث أتواجد في مدينة الحجاج ومبنى الخاص لوزارة الحج والعمرة التي تقدم خدماتها الجليلة لضيوف الرحمن. طبعا الآن في هذه اللحظات طبعا عدد المسافرين أو الحجاج قليل جدا مقارنة بعدد الحجيج الذين سوف يأتون تباعا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن هنا الاستعداد على قدم وساق لتقديم جميع الإمكانات التي وفرتها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن. وكما نشاهد زميلي حسن، ممكن هذه الهدايا التي توزعها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن التي يعني تعتبر يعني هدايا ثمينة من البقاع الطاهرة، مياه زمزم، وكذلك عدد من الوجبات السريعة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن. زميل حسن، يعني هناك أيضا يعني جهات حكومية متعددة ومستعدة في منفذ الرقعي الجديد التي تم يعني تحديثه في أقل وافتتاحه في أقل من شهر من الآن. أكثر من 18 جهة حكومية مشاركة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن. نتحدث عن 12 ألف مركبة في الساعة يعني يستوعبها منفذ الرقعي الجديد، وعدد من الإمكانات الهائلة التي سخرتها إدارة الجمارك وأيضا حكومة خادم الحرمين الشريفين. كل هذا يأتي سبيلا لتسهيل أو تلبية لعدد المسافرين المتزايد بين دولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية. نتحدث عن يعني جهود عظيمة تقدم على مدار الساعة في منفذ الرقعي الجديد، منفذ كلف أكثر من 1.6 مليار ريال يعني بجميع الخدمات والمرافق والمدينة السكنية التي تقدم خدماتها للعاملين في هذا المنفذ، والذي ينعكس إيجابا على المسافرين عبر هذا المنفذ، وخصوصا يعني حجاج بيت الله الحرام الذين يأتون إلى هذه الديار الطاهرة آمنين مطمئنين تحت ظل هذه القيادة الكريمة التي وفرت جميع السبل والإمكانات وسخرتها لجميع العاملين في هذا المنفذ من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام. يعني نتمنى إن شاء الله قدوما وحجا مبرورا لضيوف بيت الله الحرام الذين يأتون إلى المملكة في ظل هذا، في ظل الأمن والأمان الذي نعيشه يعني في مملكتنا العربية السعودية. إن شاء الله يعني نتمنى أيضا للعاملين في هذا المنفذ تقديم أفضل الإمكانات وتقديم أفضل السبل لتسهيل الحج على ضيوف بيت الله الحرام. شكرا جزيلا من منفذ الرقعي شمال شرق المملكة، مراسل الإخباري حسين السلطان.